أعترف أن عزة مثال جيد، كنت أعرف هذا بوضوح عندما كانت تماثيله قريبة من الطبيعة أو تحاكيها، لكني لم أحب هذا النوع من الفن على كل حال. إذا كان سيصنع نسخة من الطبيعة، فلماذا لا نكتفي بصنع قالب من الجص لموضوع التمثال؟ نفس السبب الذي جعل المدرسة الكلاسيكية في الرسم تضمحل مع اختراع الكاميرا. هناك ظهر التأثيريون والوحشيون والسرياليون لأن غرض الاحتفاظ بصورة دقيقة للشخص لم يعد مطلوبا من الرسام. صار عليه أن يطور رؤيته للعالم، وإلا فإن أي كاميرا رخيصة تؤدي العمل أفضل منه بمراحل. أقول إن تماثيل عزة الأولى كانت تدل على براعته، لكنها لم تمثل فنا بالنسبة لي. أما تماثيله الأخيرة الأقرب إلى الحداثة فتذكرني بالباذنجان الذي يتظاهر بأنه فاصوليا، ربما بالسحلية المصابة بسرطان القولون. باختصار، لم أحب أي عمل عزت برغم أنني لم أكف عن اعتباره موهوبا. هذا رأيي، ومن المستحيل أن تتهمني بالتجني أو الافتراء، لأنني أقوله بتجرد، ولأن عزت لن يعرف أبدا أنه رأيي. الحقيقة أننا نبالغ في الصراحة في الأمور غير المهمة، ننافق رؤسائنا وأصدقائنا ونكذب طيلة الوقت، فإن تعلق الأمر برأي في عمل فني تحولنا إلى الصراحة تمشي على قدمين، وصرنا لا نخشى في الحق لومة لائم. هكذا تصير أسعد لحظات حياتنا هي اللحظة التي نصارح فيها الفنان أن عمله رديء، ثم نعود لبيوتنا لننام شاعرين بأننا أدينا ما علينا تجاه البشرية. إن ثقافة المجاملة مهمة ولا بأس بها من وقت لآخر. هكذا عندما دعاني عزت لشقته كي نشرب الشاي بالصراصير ويعرض علي تحفته الجديدة، استعددت بصرخة الانبهار قبل أن أرى أي شيء. فقط كنت أتساءل، هل يجب أن أفقد وعيي من فرط الإعجاب أم أن هذا مبالغ فيه؟ لكن بصراحة لم يكن ما رأيته رديئا على الإطلاق. عندما كشف الملاءة رأيت تمثالا عملاقا معقدا، كان في مرحلة الصلصال بعد، وأعتقد أنه سينقله إلى حيث يصب قالبا له. التمثال يمثل اثنين من مصاصي دماء وفتاة يقفون في أوضاع تشريحية ممتازة، الفتاة بثياب فيكتورية وتصرخ في رعب بطريقة فيكتورية كذلك، ويبدو أنها أدركت الحقيقة فجأة، بينما ينقض عليها مصاص دماء من الأمام فاتحا فمه كاشفا عن نابين مخيفين وقد التف بالعباءة. أظهر عزت براعة خاصة في تجعيد القماش ولا أنكر هذا. هناك مصاص دماء يقف وراء الفتاة وقد فتح ذراعيه منتظرا تراجعها للخلف، وعلى وجهه تعبير يمكن أن ألخصه بمصطلح سوقي بعض الشيء، تعاليل يا بطة. الحقيقة أن المشهد هزني، ثمة تلك المخاوف الغامضة المتوارية في وجداننا الجمعي منذ الطفولة. ماذا سيحدث بعد هذا؟ لا توجد لدى الفتاة أي فرصة للفرار من أي نوع، يسهل أن تتخيل نفسك في هذا الموقف. قلت لعزت في ارتباك، رائع، مذهل. تورد وجهه وهذا نادر، لكني أضفت، لكنه ما أغربه من موضوع لتمثال، لن تجد من يفهم تمثالا كهذا. لو انشغل الفنانون بصنع تماثيل لمصاص الدماء فلن تجد منهم عددا كافيا لصنع تماثيل العمال مفتول العضلات الذين يحملون المفتاح الإنجليزي ويقفون جوار الفلاحة. قال في خجل، هذا من وحي قصصك التي لا تنتهي، خطر لي أن هذا المشهد من الرعب القوطي سيروق لك، إنه موضوع غير معتاد على كل حال. غير معتاد على الإطلاق. على كل حال تناولنا الشاي ثم سألته عن خططه. قال لي إن هناك معرضا وشيكا سيقام في الإسكندرية وهو ينوي عرض هذا التمثال فيه. قلت محذرا، لن تفوز بأي شيء. أولا لابد من أن تعرض واحدة من تلك السحالي المصابة بسرطان البروستاتا. لن يمنحك أحد جائزة من أجل تمثال لمصاص دماء. ثانيا لابد من أن يسبق اسمك حرف ألف ودال. لو أخذت برأيي
لغيرت اسمك في السجل المدني إلى أستاذ دكتور عزت. أنا لا أمارس الفن كي أحصد الجوائز، أنت تحتاج إلى وقت أطول من اللازم كي تدرك أنني فنان حقيقي. هذا التفاؤل يسعدني. عدت لشقتي وكان الوقت قد تأخر، لذا بدأت أستعد للنوم عندما سمعت دقات هستيرية على الباب، فاتجهت لأفتحه بحذر. كان هذا هو عزت منتقع الوجه مذعورا، وبمجرد أن رأى وجهي صاح: لقد تحرك التمثال. حككت رأسي في ملل وقلت: هل تذكر قصة ذلك التمثال المخيف ميزيا؟ أنت تكرر نفسك بشكل غير مسبوق، سأحتاج لوقت أطول من اللازم حتى أقابل تمثالا من تماثيلك لا يتحرك. قال في لهفة: لكنه تحرك فعلا، أرجو أن تتبعني. ذهبت معه إلى شقته ودخلنا. خيل لي أنني سمعت باب الشقة ينغلق ونحن في طريقنا إلى الاستوديو، لكني فسرت ذلك بالريح. على قاعدة التمثال وجدت منظرا غريبا، الفتاة واقفة كما هي تصرخ ذعرا، لكن مصاص الدماء الذي يقف أمامها غير موجود. هذا جعل المشهد غريبا، كأنها لا تصرخ من لا شيء تراه هو مصاص الدماء الثاني الواقف ورائها. قلت لعزت: هل أنت متأكد من أنك لم تجن وتنتزع التمثال؟ لا، على قدر ما أعرف. هكذا رحنا نفتش الشقة بحثا عن التمثال المختفي، لا أثر له فعلا، لكني قدرت أن في الأمر لعبة نفسية ما. على الأرجح هو لم يحب التمثال، لذا انتزعه ودمره دون أن يعرف ذلك. هذه الأشياء تحدث. من السهل أن تحيل تمثالا من الصلصال إلى عجينة من الصلصال، أما الدعامات فيسهل تفكيكها. قلت له أنا أحاول أن أبدو عقلانيا، أعتقد أن هناك تفسيرا منطقيا، التماثيل لا تتحرك تلقائيا لأن قوانين نيوتن تقول ذلك. أعتقد أنك ارتكبت غلطة ما، في الصباح سنفهم أكثر. ثم قدمت عرضي الكريم: هل تريد أن تنام عندي؟ قال في ضيق: لا أعتقد، لقد صار هذا السيناريو مملا، سوف أنام هنا، لكني أؤكد عدم الفهم. هكذا ودعته واتجهت إلى شقتي التي تركت بابها مفتوحا فأغلقته ودخلت فراشي. لن ينتهي هذا السيرك أبدا. الحقيقة أنه كان على عزت أن يجد بيتا آخر، إننا نكون ثنائيا مريعا. بدأت أغوص في بركة النعاس الشهية، أغوص في الفراش. لماذا تيقظت من نومي؟ لا أعرف، لكنها تلك العين الثالثة التي تظل مفتوحة ونحن نيام. عندما فتحت عيني رأيت الردهة بإضاءتها الخافتة خارج الغرفة. استغرقت بعض الوقت كي أصدق ما أراه. لقد كان التمثال هناك وكان يتحرك، يتحرك في بطء شديد، لكنها حركة لا شك فيها. ملتفا بعباءته التي يلف جزءا منها على ساعده كما كان يفعل بيلا ليغوزي في الفيلم الأخير الذي لم يمثله، كان يتحرك كأنه يبحث عن شيء. إنه كفيف، خطر لي هذا وبدا مضحكا، لكنه التفسير الوحيد لهذه الخطوات. لقد كان يتحرك في شقة عزت، وعندما دخلنا خرج من الباب ليدخل بابي أنا. هذا هو تفسير الصوت الذي سمعته. الآن هو يقف على باب الغرفة يتحسس الباب بحركات متصلبة. إنه يدخل. انزلقت إلى الناحية الأخرى من الفراش عالما أن قلبي يعيش آخر لحظاته المجيدة. لو فقدت الوعي لانتهى أمري، كيف ينتهي لا أعرف، لكن آخر لحظة يحسن فيها أن تفقد وعيك هي عندما تواجه تمثال مصاص دماء يتحرك. عندما شعرت بأنه دخل الغرفة فعلا وأنه يقترب من الفراش، زحفت على يدي وركبتي متجها نحو الباب. لم أنظر إلى الوراء، لكني قدرت أنه بطيء وأنه سيستغرق وقتا للحاق به. لن أثق في هذا كثيرا على كل حال، لأن الزومبي في الأفلام، لكنهم يقبضون على البطل في النهاية. الآن أنا عند باب الشقة، عالجت القفل. تبا، هل هذا حصن بابليون؟ مفتاح وقفل؟ سوف أستغرق شهرا حتى أفتح هذا. في النهاية انفتح،
فقبضت على سلسلة المفاتيح واستطعت الخروج إلى الليل البارد. رحت أدق باب عزة كالمجنون لكنه لم يرد. لا أعرف ما يدور، لكني قررت اللجوء إلى حل قلما ألجأ إليه. لقد تبادلت مفتاح باب شقتي مع عزة منذ زمن، لكننا أقسمنا على ألا نستعمله إلا عند الضرورة. هكذا أخرجت المفتاح وأولجته في القفل ودخلت. هذه المرة أغلقته ورائي. كانت الشقة هادئة صامتة، الأضواء مفتوحة، وهذا طبيعي بعدما أصابه من رعب. لكن اندفعت نحو غرفة نومه لأرى ما هنالك. لكني وجدت مشهدا مريعا. كنت عند الباب فرأيت تمثالين واقفين وظهرهما لي، تمثال مصاص الدماء والفتاة. أما عزة فكان أمامهما جاثيا على ركبتيه، وسمعته يقول: سيدي يوليان، لقد أنهيت مهمتي وعدتم للعالم. أعتذر عما أصابني من ذعر عندما تحرك سيدي يانوت. الآن عرفت أن الموعد قد جاء، إنه الآن في شقة جاري يبدأ مهمته. فهمت؟ إن من يصنع هذا التمثال العجيب لا بد أن يثير الشكوك. الأمر يوحي بالاستحواذ. كان علي أن أفكر في الأمر. في البدء لم يكن يعرف ما يقوم به حتى إنه طلب عوني، ثم أدرك الحقيقة وعرف أنه خادم هؤلاء. لكن من هم هؤلاء؟ أسمع صوت الدقات على باب شقتي. الأخ الذي كان في شقتي قد عاد خالي الوفاض. هكذا تواريت في المطبخ بينما سمعت عزة يفتح الباب، وسمعته يقول: هل فرغت يا سيدي يانوت؟ إنهم بانتظارك من أجل الرحيل. ثم سمعت صوت الخطوات الثقيلة، يبدو أنهم متجهون إلى الباب. الأمر غريب ومعقد. لو كنت مكانهم لصرت تمثالا بالفعل، وتسللت ليلا من المعرض لامتصاص دماء الحراس. أما أن يجولوا في الشوارع بهذا الشكل فالأمر غريب. إن الأسماء ذات طابع روماني لا شك فيه، يانوت ويوليان، وهذا يشير لشيء ما. اتجهت إلى الثلاجة وفتحتها. إن الاستحواذ يتم عن طريق شيء يحتفظ به الشخص المستلب. هذه قاعدة. على الأرجح يكون الشيء نسيجا عضويا يحتاج إلى مكان بارد كي لا يتلف. رحت أفتش وسط الرفوف. هذه هي المرة الثانية في حياتي التي أفتش فيها ثلاجة عزة، وفي المرتين وجدت ما أثار رعبي. وبالفعل وجدت قطعة خيش مبتلة ملتفة حول شيء. فتحت لفافات الخيش في حذر فوجدت تلك اليد الآدمية المبطورة طويلة الأظافر. في العادة يكون الموجود في الثلاجة رأسا بشريا، وأحمد الله على أن هذا ليس الحال هنا. حملت قطعة الخيش في شمئزاز وغادرت المطبخ وأنا أسمع تلك الجلبة على باب الشقة. نظريتي هي أن هؤلاء بأسمائهم الرومانية جاءوا من جانب النجوم، كانوا بحاجة إلى ثغرة، لذا سيطروا على عزة وجعلوه يصنع هذا التمثال الغريب. هذا التمثال صار هو الثغرة التي عبروا من خلالها لنا. أعتقد أنهم سيتحررون من الصلصال حالا ليعودوا مصاص دماء عاديين. على كل حال لو كان شيئا كهذا ممكنا. كنت أبحث وسط المخزن الذي وضعه عزة في غرفة جوار غرفة نومه، مخزن أقرب إلى ورشة كاملة فيها كل شيء. كنت أعرف أن لديه حمض كابريتيك، ماء النار كما اشتهر اسمه، وهو يستخدمه كثيرا في تعامله مع المعادن. وجدت القارورة العملاقة ففتحتها في حذر. كان عنقها متسعا ليسمح لقبضتي أن تدخل، لكني لم أضع قبضتي. لقد ألقيت لفافة الخيش بالداخل ثم سددت الفوهة. راح الحمض يفور سعيدا بوجبته الجديدة التي راح يحولها إلى كربون، نازعا منها كل ذرة هيدروجين أو أكسجين. أكاد أقسم أن اليد كانت تتلوى ألما، لست متأكدا لذا قلت أكاد. وفي النهاية هدأ الفوران ورأيت العظام تتفاعل ببطء مع الحمض الكريه. نهضت في حذر متجها إلى باب الشقة، وهناك وجدت عزة راكعا على ركبتيه وهو يمسك برأسه، وكان يهتز بلا توقف كأن به مسا. دنوت منه أكثر فعرفت أنه تحرر. هذا تعبير دمية الماريونيت التي انقطع خيطها. إنه لا يعرف أين هو ولا من هو
ولا ماذا حدث. وضعت يدي على كتفه، أعتقد أنه لا خطر علي بعدما وجدت أداة الاستحواذ وحرقتها، لكن من أين جاء بها ومن وضعها عنده؟ سيحتاج إلى وقت طويل قبل أن يشرح لي هذا كله. وقفت على باب الشقة أرمك المدخل في الضوء الشاحب. إن علي الكثير من أعمال النظافة قبل أن يصحو الجيران. كل كتل الصلصال المفتتة هذه والملقاة على رخام المدخل يجب أن تختفي قبل أن يسألنا الجيران أسئلة مريبة، أسئلة لا نملك إجابة عنها. تمت بحمد الله.